تعتبر البطارية العنصر الأكثر أهمية في الهواتف الذكية، فهي تمد كافة العناصر الأخرى بالطاقة اللازمة لعملها، وبالتالي فإن المحافظة عليها مشحونة لأطول فترة ممكنة يعد أمرا بالغ الأهمية. استخدامات البطاريات وطريقة تركيبها اختلفت كثيرا منذ أن كانت تصنع من الرصاص، وأضحى من المهم الآن أن نفهم آلية عمل البطاريات الجديدة. تصنع البطاريات الحديثة من أيون الليثيوم، ويمكن مناقشتها من ناحيتين: دورة حياتها وعمر البطارية. مصطلح دورة حياة البطارية يشير إلى الفترة التي يمكن أن تعمل فيها البطارية بدون مشكلات قبل وجوب استبدالها بأخرى جديدة. معظم المستخدمين لا يفكرون في دورة حياة البطارية إلا عندما تبدأ البطارية في النفاذ بسرعة غير معتادة. إذا حرصت على اتباع عادات جيدة في استخدام البطارية من أول شراء للهاتف، سوف تتمكن من الحفاظ عليها أطول مدة ممكنة. أما عمر البطارية فهو الفترة التي يمكن أن تصمد البطارية في كل مرة شحن، وهذا هو ما يهتم به معظم المستخدمين وينتبهون إليه. بشكل عام، كلما كانت بطاريتك تنفذ بسرعة، كانت دورة حياتها أقصر، وشحنها واستخدامها بالطريقة الصحيحة سوف يساعد في إطالة عمرها ودورة حياتها على حد سواء. تعتبر بطارية الليثيوم أيون الموجودة في الهواتف الذكية الحالية أكثر موثوقية وأماناً من سابقاتها، كما أنها تعمل لفترة أطول. وعلى الرغم من ذلك، قد يخطئ البعض في التعامل مع بطاريات الهاتف الذكي، وهو ما قد يسبب في تقصير عمرها. إليكم 10 نصائح للحفاظ على بطارية الهاتف الذكي. أهلا بكم في قناة It's Top 10، ويلا نبدأ. المرتبة العاشرة: الكوابل. أولى تلك النصائح هي عدم استخدام أسلاك كوابل غير معروفة العلامة التجارية أو ذات جودة متدنية عند شحن بطارية الهاتف، وكذلك بالنسبة للقابس الكهربائي التي يتم تركيب سلك الشحن فيه، لأن الوصلات غير المناسبة تؤثر في جودة البطارية وتقلل من عمرها الافتراضي. تتوفر العديد من تقنيات الشحن السريع مثل الشحن اللاسلكي وغيره، ولكنها جميعها تؤثر على عمر البطارية، وبالتالي فمن الأفضل تجنب هذه التقنيات واستخدام شاحن الهاتف الأصلي الذي جاء معه. لا تستخدم الشحن السريع إلا عندما يكون ضرورياً. لا شك أن الشحن السريع ميزة مريحة، لكن استخدامه يشبه شرب مشروبات الطاقة التي تعتمد عليها للاستيقاظ بنشاط طوال الليل بدلاً من النوم والراحة. بالمثل، هذه الخاصية تضع بطارية الهاتف تحت ضغط كبير للشحن بسرعة، ولذلك فإن الشحن البطيء أفضل بكثير. بدلا من ذلك، يمكنك استخدام مصادر طاقة ذكية مثل المقابس الذكية التي تضع حدا على الشحن. إذا فالأفضل أن يتم شحن بطارية الليثيوم أيون بواسطة وسائل شحن مستقرة وذات سرعة شحن اعتيادية، لأنها الوسائل الأكثر ملائمة لطبيعة هذه البطاريات. في المرتبة التاسعة: الحرارة. لا يلائم بطارية الليثيوم أيون الحديثة العمل في درجات الحرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض، والتي قد تتسبب في بعض الأحيان بإيقاف تشغيل الهاتف. ويفضل أن يتم التأكد من وضعية الهاتف بشكل دائم لتجنب هذه المشاكل، بحيث يكون معزولاً عن درجات الحرارة المنخفضة وليس معرضاً أيضاً لدرجات الحرارة المرتفعة، حيث من شأن هذه الأجواء أن تسرع من التدهور الطبيعي الذي تعاني منه جميع البطاريات بمرور الوقت. طبعاً لن تتسبب هذه التغيرات في درجات الحرارة إلى انهيار بطارية الهاتف بشكل مفاجئ، ولكن لا بد من عدم ترك الهاتف داخل أماكن مرتفعة الحرارة لفترة طويلة، كترك الهاتف في السيارة مثلا خلال الصيف طوال اليوم، فذلك ينعكس سلبا على البطارية وحتى كفاءة الهاتف نفسه. وحسب سكاي نيوز عربية، قالت أبل إنه من الأفضل نزع غلاف الآيفون عند شحن الهاتف، حيث إن البعض يعمدون إلى شحن هاتف الآيفون وهو لا يزال في غلافه أو محفظته الواقية من الانكسار. ورغم أن الغلاف يحمي الهاتف من الكسور، إلا أنه يولد حرارة زائدة بما يؤثر على قدرة البطارية، لذلك ينصح بنزع الغلاف. في المرتبة الثامنة: اشحن بشكل متكرر لفترات شحن قصيرة. من الأفضل لبطارية الهاتف الذكي شحنها لفترات شحن قصيرة ومتكررة، بدل انتظارها لتفرغ من الشحن وإعادة شحنها بشكل كامل، وخصوصا في الليل في فترات الشحن القصير. ففترات الشحن القصيرة أسهل في التعامل بالنسبة للتفاعلات الكيميائية في بطارية الليثيوم أيون، ويفضل أن يتم الحفاظ على نسبة شحن البطارية ما بين 50% و80% بشكل عام، كما ينصح بتجنب انخفاض هذه النسبة إلى ما دون 20%،
ومن الأفضل نزع الشاحن قبل أن تصل إلى 100%. على الرغم من أن البطاريات الحديثة تتميز بقدرتها على تحسس نسبة شحنها، وبالتالي ستقوم هذه البطاريات عندما يكتمل شحنها بتخفيض تدفق الطاقة إلى حد كبير. شحن بطارية هاتفك إلى 100% من نسبة 25% يمكن أن تقلل من قدرتها وتقصر عمرها. فبطارية الليثيوم أيون لا تحتاج إلى أن تكون مشحونة بالكامل، وهي ليست الطريقة المرغوبة بها. في الواقع من الأفضل عدم شحن بطارية الهاتف بالكامل، لأن الجهد العالي يضغط على البطارية ويرديها على المدى الطويل. المرتبة السابعة، حافظ على آخر التحديثات على جهازك. تعمل أنظمة تشغيل أبل وأندرويد على تحسين التقنيات التي من شأنها أن تساعد في إدارة عمر البطارية، وبالتالي يجب على المستخدم أن يستخدم آخر الإصدارات المتوفرة للبرمجيات الخاصة بهاتفه. واليوم بفضل العديد من الإجراءات الوقائية التي تتخذها الشركات المصنعة للهواتف الذكية، فإنه يصعب على المستخدم أن يحافظ على الإصدارات القديمة، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي ليس فقط على عمر البطارية بل أيضا على أمان الجهاز وتوافقه مع التطبيقات والأجهزة الأخرى. وبالتالي فإن تفعيل خيار التحديث التلقائي سيكون مفيدا جدا للمستخدم. يستحسن تثبيت آخر التحديثات حيث يساهم تثبيتها في تحسين الكفاءة ويحقق دارة بطارية جيدة. في المرتبة السادسة، تفعيل وضع توفير الطاقة في هاتفك الباور سيفينج، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من طاقة البطارية، خاصة في الأحوال التي تكون فيها بحاجة إلى أن تدوم بطارية هاتفك لوقت طويل. ويمكنك تفعيل خاصية توفير الطاقة من خلال تحويل هاتفك إلى وضع توفير الطاقة. هذا الوضع يعمل تلقائيا على تقصير الوظائف التي من خلالها يتم استهلاك عمر البطارية. وبالنسبة لهواتف سامسونج التي تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد 10، سوف تجد به 4 خيارات متاحة لك لتوفير طاقة البطارية، يمكنك الاختيار من بينها المناسب لك. المرتبة الخامسة، تفعيل الوضع الليلي للهاتف Night Mode. من الأشياء المهمة للحفاظ على عمر البطارية وتقليل إجهادها أن يقوم المستخدم بتفعيل الوضع الليلي للشاشة، كما أنه وضع جيد للرؤية والحفاظ على النظر من السطوع العالي. وتعني خاصية الوضع الليلي أن الهاتف يقوم بإيقاف تشغيل البكسل فيظهر باللون الأسود، وذلك لحفظ عمر البطارية في حالة أصبحت الشاشة ساطعة بالألوان. ومن خلال خاصية الآي فيكسيت يمكنك توفير ما يقرب إلى ساعة كاملة من عمر بطاريتك عبر تشغيل الوضع الداكن أو المظلم على جهازك. ويمكنك الوصول لتلك الخاصية من خلال خانة الإعدادات السريعة والخاصة بهذه الأوضاع، كما أصبحت العديد من التطبيقات تتيح خاصية الوضع الداكن على الهاتف. المرتبة الرابعة، وضع تقليل سطوع الشاشة. يعتبر وضع تقليل سطوع الشاشة من الأشياء الهامة للغاية في الحفاظ على عمر البطارية، حيث تعمل شاشة الهواتف الذكية الحديثة مؤخرا بشاشة ساطعة للغاية ومفعم بالألوان المشرقة، وهذا الأمر من الطبيعي يستهلك كميات كبيرة من الطاقة حتى تبدو رائعة كما نراها. ومن المعروف أنه كلما أصبحت الشاشة ذات دقة عالية وبكسلات وفيرة كلما قامت باستهلاك كمية طاقة كبيرة، وهنا يتوجب على المستخدم خفض سطوع الشاشة من إعدادات العرض للحفاظ على عمر البطارية. ويمكنك أيضا تغيير المدة التي تظل فيها شاشتك نشطة من خلال إعدادات العرض على هاتفك، بالإضافة إلى تعطيل الإشعارات من تطبيقات معينة حتى لا يضيء هاتفك في كل مرة ترسل فيها الإشعارات إليك. المرتبة الثالثة، استخدم خلفيات لهاتفك ذات ألوان محدودة. من الأفضل استخدام خلفيات للشاشة ذات ألوان قليلة وبسيطة، لأن الشاشة تقوم باستهلاك المزيد من الطاقة. كما توجد بعض الخلفيات المتحركة، هذه الخلفيات تحتاج لطاقة عالية لاستخدامها حتى تتحرك بالشكل المطلوب والدقة المطلوبة. وفي حال كنت تمتلك شاشة من نوع OLED، فإن اللون الأسود هو الأفضل لتفعيله لتوفير الطاقة للاستخدامات الأخرى الأكثر أهمية من خلفية الشاشة وألوانها. في المرتبة الثانية، تنزيل تطبيق المراقبة. يمكنك تحميل أحد التطبيقات المختصة بفرز وتحديد التطبيقات التي تستنزف من عمر البطارية، مثل تطبيق جرينيفي، والذي يمكنك من التعرف على كافة التطبيقات المتواجدة على هاتفك والتي تقوم بسحب أكبر قدر من الطاقة، وتقوم بعد ذلك بتعطيلها أو إيقاف استخدامها أو حتى وضعها في حالة السكون.
وبالتالي تضمن استهلاك طاقة بطارية هاتفك في أشياء مفيدة والحفاظ على عمرها المتبقي. في المرتبة الأولى، تجنب الاستخدام المكثف أثناء الشحن. يتسبب هذا فيما يعرف باسم الحمل الطفيلي، فاستخدام هاتفك بهذه الطريقة سوف يتسبب في اختلال دورات الشحن ومن ثم الإضرار بدورة حياة البطارية. أكثر ما يضر الهاتف هنا هو الألعاب ومشاهدة الفيديوهات أثناء شحن الهاتف. على الجانب الآخر، تتوفر العديد من النصائح الشائعة لتقليل الاستهلاك، مثل إغلاق التطبيقات غير الضرورية التي تعمل في خلفية الهاتف، تقليل سطوع الشاشة، ووضع الهاتف في وضع الطيران في الأوقات التي تستطيع فيها الاستغناء عنه، حيث سيؤدي هذا الوضع إلى قطع الاتصالات بالأجهزة الأخرى وإيقاف تشغيل التطبيقات بشكل مستمر. مع العلم أن هذه النصيحة مهمة جدا في المناطق ذات قوة إشارة ضعيفة، حيث يعمل الهاتف في هذه المناطق بجهد أكبر لمحاولة البقاء على اتصال بإشارة أضعف، مما يؤدي إلى استنزاف البطارية بشكل أسرع. إلى هنا أكون قد وصلت معكم إلى نهاية هذا الفيديو. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه النصائح، ولا تنسوا في النهاية ضغط زر اللايك والشير والسبسكرايب، وأراكم في الفيديو القادم.